مجمع راوية الأسود. ينصرف هؤلاء الأطفال من مدرستهم إلى منازلهم وأهلهم، لكن زملاء لهم لا يزالون في الداخل، لأن المدرسة هي ذاتها منزلهم. أما عن الأهل فلا تسأل، إنها دار ومدرسة سعاد دوكنزلي التابعة لمجمع راوية الأسود، والذي يديره ويشرف عليه هذا المدرس المهجر من مدينة اللاذقية الساحلية. طبعاً لا شك هذا المشروع هو حصيلة ونتاج نشاط مستلم بأسرة المرحوم راوية الأسود، تستوعب أكثر من 1000 طالب وطالبي من الصف الأول حتى الثالث ثانوي. طبعاً تم اختيار كادر جيد لكي يحقق أهدافنا في تطوير العملية التعليمية والتربوية في مناطقنا المحررة. تضم المدرسة أكثر من 1000 طالب وطالبة من الحلقة الأولى، يتلقون فيها مختلف العلوم الكونية والشرعية، كما تضم عدداً من الطلاب الأيتام، وتؤمن لهم مكاناً مريحاً للإقامة والطعام والملبس ومختلف متطلبات الحياة ولوازمها. أعرف النخل. أنا أبوي استشهد عام 15/5/2015 بمركز كسب، كان مع السوار، وأنا هلا حاليا ساكن بدار سعاد الكزلي لرعاية الأطفال الأيتام. يتضمن المبنى 3 طوابق، أنا في المبنى الثاني، يحتوي أكثر من 300 طالب، يدرسه أساتذة مختصون بكافة المجالات. المدرسة خاصة على الورق ولكنها عامة بالمعنى العام، وأدرس أيضا في مبنى الأيتام الذي أحدثه الأستاذ أحمد اليمني. هذا المبنى يسعى لرعاية الأيتام وتعليمهم وتحسين مستواهم وتعويضهم عما فقدوه. تعتبر هذه المدرسة من أكبر المدارس من نوعها في محافظة إدلب، ولعل أبرز ما يميزها اعتمادها في مصدر تمويلها على نفقات أهل الخير وأصحاب القلوب الطيبة والأيادي البيضاء، ممن ينفقون أموالهم في سبيل الفقراء والمستضعفين والأيتام من أبناء أمتهم.